السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. معاك نينجا فورس مع الإبداع الثاني. بالنسبة للإبداعات في قناتي، هذا راح يكون الإبداع الثاني. الإبداع الأول كيف كان؟ هو عبارة عن كيف تجعل السيت أب خرافي بقيمة لا تزيد عن 70 ريال. أما في هذا المقطع راح يكون الإبداع هذه المرة أقوى وأكبر من الإبداع السابق. كيف تحول أي سماعة هيدفون أو هيدست، عفوا هيدفون او هيدسيت فعلا، الى من سماعه ستيريو الى سماعه محيطيه 5.1 او 7.1 بدون ما تخسر سوى 20 ريال فقط او اقل من 20 ريال. مع هذه القطعه اللي تشاهد الان امامك، اليو اس بي هذا 3 دي ساوند، راح يكون عندك الصوت محيطي، راح يكون عندك الصوت سراوند ساوند، صوت محيطي، لكن 5.1 زي ما تشاهد الآن. في منها كمان 7.1، وفي منها كمان قطع كثيرة يو اس بي 3 دي ساوند، أشكال مختلفة، لكن هذا الشكل اللي عندي. كمان عندي شكل اللي هو 7.1 لكن مو متواجد الآن عندي، نفس الشكل هذا. بالنسبة لجودة الصوت المحيطي في هذا اليو اس بي، جودته يعني ما هي ممتازة، لكن أقدر أقول عنها جيدة إلى جيد جداً بالنسبة لشخص ما يقدر يشتري سماعة محيطية. يعني لو حاولت تشتري سماعة محيطية راح تكلفك أقل سماعة محيطية ما يقارب، هذا بالنسبة للبي سي، ما يقارب 250 ريال، ما بالك إذا كنت تبغى تشتري سماعة محيطية للإكس بوكس أو للسوني، فما راح تشتغل معك السماعات المحيطية إلا السماعات اللي لها ميكس آم برو أو لها محول خاص أو مضخم خاص خارجي بعيد عن السماعة، مو بعيد عن السماعة، خارج عن السماعة، يعني قطعة منفصل لحالها. وما في إلا سماعتين أعتقد، اللي هي التيرتل بيتش والأسترو A40. الأسترو عاد صفة عامة زي الـ A40 والـ A50. هذه هي السماعتين اللي راح تشتغل معاك على الأكس بوكس وعلى السوني. هذه لا تقل قيمتها عن 800 ريال سعودي. أنا راح أسهل لك هذا الشيء وراح أخليك تحصل على صوت محيطي ولأي سماعة عندك. مثلا جربتها أنا على سماعة الآيفون، جات ممتازة مرة. جربتها على سماعة جالكسي، كمان جات صوت خرافي. أي سماعة، بشرط أن يكون مدخل السماعة أو رأس السماعة اللي يركب يكون IOX، اللي هو 3.5، اللي هو زي المسمار، يكون مدخل السماعة زي المسمار. أنا راح أوريك الآن شكله، يكون مدخل السماعة زي كذا، اللي هو هذا يسمونه IOX. هذا هو عشان أركز عليه بس يوضح مضبوط. مو راضي يوضح معايا، حلو دحين وضح. هذا هو 3.5، يكون مدخل IOX اللي هو زي المسمار. أي سماعة هيدفون أو هيدست المدخل حقها زي كذا راح تشتغل معاك وتتحول الى صوت محيطي. اي سماعة عندك راح تتحول الى صوت محيطي، بشرط يكون المدخل، مدخل السماعة الرئيسي IOX اللي هو المسمار هذا، او 3.5. كذا راح تحول اي سماعة عندك الى سماعة محيطية، وما راح يكلفك السعر هذا او سعر هذه القطعة الا 20 ريال، يعني اقل 20 واقل من كذا. حتى انا اشتريتها ب20 ريال، ممكن هي سعرها 20 الى 30 ريال، يعني اقل من 30 ريال راح تحصل على سماعة محيطية مع القطعة هذه. وعلى فكرة راح تقدر تركب عليها اي سماعة، مثلا زي سماعة السوني هذه، اللي هي سماعات الهيدفون اللي تيجي مع الجوالات، زي هذه راح تشتغل معاك بدون اي مشاكل. او اي سماعة زي ما قلت، الرأس حقها اللي هو المسمار، اللي هو عبارة عن IOX او 3.5. هذا كل شيء، هذه هي القطعة. راح أفك القطعة الآن عشان نشوفها عن قرب. زي ما قلت، هذه هي القطعة اللي هي 5.1، في منها كمان 7.1. اسم القطعة، يعني اللي حاب يشتريها، هذا هو اسم القطعة، ساوند اوديو كنترول، ساوند اوديو كنترول. هنا سبورت 3 دي ساوند اند، اللي هو معناها الصوت الافتراضي 5.1 ساوند تراك.
هذا كل شيء كلام كثير على الورقة اللي داخل البوكس، ما تهمنا، اللي يهمنا هذه القطعة. راح أركز عليها عشان توضح. هذه القطعة راح تشوف هنا اللي هو مدخل السماعة، راح يكون هنا هذا مدخل المايك عفوا، وهذا راح يكون مدخل السماعة. أنت ما تحتاج مدخل المايك مثلا إذا ما تبغى تتكلم، عندك سماعة بدون مايك أو سماعة مثلا جوال، راح تركب في المكان هذا هنا وراح تسمع الصوت 5.1 صوت محيطي، وإذا كانت عندك 7.1 راح تسمعها 7.1 بالصوت المحيطي. تخيل معايا 30 ريال فقط راح تحول أي سماعة عندك زي ما قلت بمدخل iOX إلى سماعة محيطية، ما راح يكلفك هذا إلا 30 ريال وتحت، يعني 30 ريال وأقل من 30 ريال، بدل ما تشتري سماعة بقيمة 800 ريال وفما فوق تركب على السوني وعلى الإكس بوكس، راح تكلفك مبلغ وقدره. لكن 30 ريال فقط راح تحول أي سماعة عندك إلى سماعة محيطية. هذه قطعة من القطع، في قطع أشكال كثيرة من هذه القطعة، لكن هذا اللي متواجد عندي اللي هي هذه القطعة هنا، هذه 5.1، كمان عندي 7.1 لكنها مهي في متناول يدي. يكفي اني اشرح على 5.1، هذه هي اشكال كثيرة من هذه القطعة اللي هي اليو اس بي 3 دي ساوند، محول يو اس بي او محول يو اس بي الى صوت محيطي، تركب على طول زي ما قلت اي سماعة عندك، هيدفون حق الجوال او اي سماعه، بشرط ان يكون الراس حقها اي او اكس، كذا راح تحولها الى سماعه محيطيه. هذا كل شيء، هذا ابداع اليوم اللي حبيت اني اشاركه معاك. ما راح يكلفك تحويل اي سماعه عندك الى سماعه محيطيه سوى 30 ريال واقل. كان معاك نينجا فورس، اتمنى اذا عجبك الابداع هذا ان تنشر المقطع وتسوي لايك للمقطع وتشترك في قناتي وشارك المقطع مع أصدقائك وأحبتك عشان يستفيدون من هذا المقطع ومن هذا الإبداع، وإن شاء الله أشوفكم في مقاطع أخرى وإبداعات أخرى. كان معك نينجا فورس، أترك في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.